السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، نشرة رياضية نبدأها بأبرز العناوين. المنتخب الأولمبي يواصل تحضيراته لمواجهة البحرين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا. الكرخ يحذر اتحاد الكرة من فرض عقوبات على النادي، والميناء يتهم لجنة شؤون اللاعبين بمنح الأموال لمن لا يستحقون. بعد حصولهم على 6 أوسمة ملونة في البطولة العربية، العراقية الرياضية تستقبل أبطال العراق للسباحة. أهلا بكم من جديد. يواصل المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريباته في العاصمة البحرينية المنامة تحضيرا لمباراة منتخب البحرين يوم الأحد المقبل في اختتام مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما. الأولمبي أجرى وحدته التدريبية على الملاعب الثانوية للاتحاد البحريني بعد أن منح الملاك التدريبي بقيادة تشيكي سوكوب راحة للاعبين عقب مباراة المالديف، ويسعى الأولمبي لخطف الفوز أمام البحرين للابتعاد عن الدخول في الحسابات المعقدة أو التفكير بالمركز الثاني للتأهل إلى النهائيات الآسيوية. كشف الأمين العام لاتحاد الكرة محمد فرحان عن إرسال الاتحاد نتائج التحقيق في قضية اللاعب أيمن حسين والتي حدثت بعد مباراة الإمارات مع الجمهور لفيفا. أما بالنسبة للفيفا فعلا هو يعني وصل يعني هناك شكوى رسمية باتجاه يعني على اللاعب أيمن حسين، وإحنا تشكلت لجنة برئاسة رئيس الوفد الأستاذ علي جبار والقانونية والمشرف وبعض الاخوان من الاتحاد، وتم ارسال الاجابه بشكل رسمي، ويعني اثبتنا من خلال الاجابه انه عدم هناك اي تقصير وقصور من اللاعب ايمن حسين، لانه احنا ضمن المعطيات وضمن الافاده والمطالعه اللي تم اعدادها انه ماكو اي مخالفه، لكن يوم رفعناها بشكل رسمي للاتحاد الدولي، ولكن النتيجه لحد الان ما هو حتى يعني ما اعرف، انتم يمكن اكو موضوع ثاني رافق مباراتنا مع الامارات، انه الاخوان في دوله الامارات اعترضوا على تسجيل الهدف، يعني الغاء الهدف للفار، وايضا اجى الكتاب انه الطلب مالتهم تم رد الطلب من قبل اللجنة اللي تم الشكوى عنها من قبل الاتحاد الإماراتي. يمتلك العراق عددا من الملاعب ذات المواصفات العالمية، إلا أن هذه التحف المعمارية تفتقد للمباريات الدولية، منتظرة رفع الحظر عن الملاعب العراقية. أرشد العطار: ارفعوا الحظر عنا، فمن يملك ما نملك؟ شغف وعشق وهيام بالكرة، تأريخ ومواهب أذهلت الدنيا، وأخيرا لنا صروح من البصرة بدايتها إلى أقصى زاخو قمة بنيها، فإن اكتمل الحبيبية سننافس كبار القارة الصفراء على مستوى تشييد الملاعب الكروية. خارطة العراق الكروية تجد بها الآن أكثر من ملعب عملاق بأعلى المواصفات العالمية وينافس التحف المعمارية على أرض المعمورة، ففي البصرة المدينة الرياضية التي تضم جذع النخلة والفيحاء، وهي جاهزة لاحتضان أكبر المنافسات المحلية والآسيوية والخليجية، وقد مرت عليها اختبارات كثر نجحت بها كلها. أما في كربلاء والنجف ستجد درتين لكل مدينة واحدة تلألأ في سماء دورينا تارة وفي مسابقات آسيا تارة أخرى. أما بغداد الحبيبة لها ملعبها سمي الشعب التاريخي، وشقيقه الأصغر ملعب المدينة الذي سيفتتح قريبا إضافة لملعب الزوراء. كل هذا لا ينسينا أيضا وجود ملاعب ذات قيمة أخرى، ففي ميسان والكود جوهرتين أولمبيتين، وهناك قيد الإنشاء للميناء وصلاح الدين والرمادي وكركوك.
وملاعب أخر تناطح الجبال في كردستان. لكن السؤال الأهم، لماذا لا يلعب أسود الرافدين على أرضهم؟ لما الحظر مستمر؟ لما لا توجد إجابة مقنعة ترضى بها مدرجات هذه الصروح؟ كنا نحلم بملعب واليوم نملك ملاعب، فصار الحلم الآن الدخول لها من أجل تشجيع منتخباتنا الوطنية. العراقية الرياضية، أرشد العطار. اتهم نادي الديوانية الرياضي الشركة الناقلة لمباريات الدوري الممتاز بالانتقائية في نقل المباريات، وذكر النادي في بيان أنه نظرا للانتقائية التي مارستها شركة الأضواء الناقل لدوري الكرة الممتاز بنقل مباريات الأندية الجماهيرية وتجاهلها المقصود لأندية المحافظات وخاصة مباريات الديوانية، قررت إدارة النادي عدم التعامل مستقبلا مع الشركة المذكورة ومنعها من نقل أي مباراة طرفها نادي الديوانية. وأضاف البيان أن النادي قرر منع دخول ملاكات الشركة ومصوريها وكاميراتهم إلى ملعب الديوانية ابتداء من الجولة السابعة لدور الكرة الممتاز. حذر نادي الكرخ الرياضي اتحاد كرة القدم من إصدار عقوبات بحق بعض الأندية دون سند قانوني. وقال المشاور القانوني للنادي وليد الشبيبي إن على اتحاد الكرة التأني كثيرا قبل الإقدام على إصدار عقوبات بحق الأندية بسبب التراخيص، وأي عقوبة تصدر من دون سند قانوني تعد تعسفا في استخدام السلطة، يستوجب المساءلة القانونية ويستعدي ردود فعل داخلية وخارجية، خصوصا للأندية التي فسر بحقها القانون بشكل متعسف كنادي الكرخ. ونبه إلى أنه في حال معاقبة النادي فله حق مطالبة الاتحاد العراقي لكرة القدم بتعويض مالي كبير، موجها نصيحة قانونية خالصة للاتحاد بعدم الإقدام على مثل هكذا قرار. قدم نادي الميناء استئنافه على الشكاوى المثبتة في لجنة شؤون اللاعبين والتي تعود لعام 2016. وذكر النادي في بيان أن مخالفات عدة ارتكبتها الأندية، وهناك تقصير واضح في عدم إكمال المخالصة النقدية مع كتاب الاستغناء، لكن في الوقت ذاته تتعمد لجنة شؤون اللاعبين إعطاء الأموال وقرارات لأشخاص لا حق لهم بذلك. أكد عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة علي عبيس أن مباريات الدوري الممتاز لن تتوقف أثناء إقامة بطولة كأس العرب المقبلة في قطر. أثناء بدور كأس العرب أكيد الدوري راح يستمر، أيضا ما يكون توقف، تعرف هاي أيام مفيدة يعني. والله نشوف أغلب الأندية حقيقة هي متعاونة، لكن التوقف اللي كان سابق كان يعني مزدحم، يعني كانت يعني تصفيات كأس العالم يعني منتخب والمنتخب الأوروبي، وأيضا صادفت عندنا معسكر للشباب، فأكيد الأندية راح تتضرر بهذا الموقف، لأن أكثر الأندية احتمال 7 إلى 8 لاعبين إلى 10 لاعبين، أنا لا تختلف الأمور يعني، فالأندية يعني أبدت موافقتها مقدما على أنه ما يكون توقف هذا الموسم واستمرار الدوري حتى في كانت إذا كانت منافسات المنتخب الوطني. تنطلق يوم غد السبت مباريات الجولة السابعة من دوري الكرة الممتاز بإقامة 4 مواجهات، إذ يضيف فريق الصناعة على ملعبه القادم من جنوب العراق فريق الميناء، فيما يواجه فريق القاسم نظيره الكرخ على ملعب الكفل، ويرحل فريق الزوراء إلى ميسان لمواجهة أصحاب الأرض، وتختتم مباريات الغد بقمة الشرطة المتصدر مع المتصدر نفط الوسط على ملعب الشعب الدولي. هذا وأنهى فريق الزوراء لكرة القدم تدريباته في العاصمة بغداد قبل السفر إلى ميسان لمواجهة فريق نفط ميسان في الجولة السابعة من ممتاز الكرة. فريق المدرسة الزورائية يخطط، يجتهد، يكافح، كل هذه النقاط يضعها بطريقه خلال مشواره في الدوري الذي يتعين عليهم تقديم عطاءات كبيرة وقوية من أجل أن يكونوا دائماً بمحاذاة الفرق الأخرى لكي لا يبتعدوا عنها ولا يتخلفوا عن مراكز
المقدمة. صار 6 جولات 7 جولات، باقي الدوري شيء طويل، يعني نتمنى إن شاء الله التواصل بالنتائج الإيجابية لإسعاد الجماهير، جماهير الزوراء اللي دائما تآزرنا وقت الخسارة وقت الفوز وقت التعادل، دائما تكون متواجدين معنا كلاعبين كإدارة ككادر تدريبي كجماهير، نتطلع لحسم 3 نقاط. مثل ما تعرف الفرق المنافسة أكثريتها جاي تنتصر، إذا كان القوة الجوية، نفط الوسط، الشرطة، يعني أكثر الفرق جاي تنتصر، لازم إحنا شنو نواكب المسير للأمام. الانتصار السابق على الكهرباء دفع بتلامذة الأبيض إلى الاستمرار بهذا النهج من خلال الحرص العالي وتطبيق كل مفردات الحصص التدريبية ليكونوا بجاهزية تامة في امتحانهم أمام نفط ميسان الذي هو الآخر يعمل على كسب نتيجة المباراة، سيما وأنها على أرضهم، ما يدفع بلاعبي الأبيض إلى تحصين أنفسهم وأسوارهم ليخرجوا بنقاط الانتصار. فريق نفط ميسان كمان جاي من فوز اكيد بين ارضه بين جماهيره، شيء جيد تلعب على ارض جيده، اكيد هذا شيء ايجابي. الفريق جاهز لهي المباراه، تحقيق الانتصارات المباراه ورا مباراه اكيد دافع كبير، ان كان اداره، كادر تدريبي، ان كان لاعبين، الاستمرار تحقيق ال3 نقاط. سلسله انتصارات اكيد تجي من ان الجهد اللي مبذول داخل الوحدات التدريبيه اللي بذله الكادر التدريبي وبذله اللاعبين، اللي نطمح له اكيد انه مباراتنا القادمه مع فريق نفط ميسان فريق مهم بالدوري وعلى ارضه وبين جماهيره، اللي نطمح له اكيد هو المستوى اللي ظهرنا به بمستوى الكهرباء، نقدر ان شاء الله نعززه ونظهر بمستوى طيب ونحقق نقاط المباراه ان شاء الله يا رب. جولة بعد أخرى من مسابقة الدوري تزداد جمالية وحماسا بين الفرق، وهذا ما يعطي نكهة خاصة في زيادة التشويق أكثر، سيما الفرق القريبة من المقدمة. لغة الدوري الكروي هو جمع أكبر عدد ممكن من نقاط الانتصار، وهذا ما تعمل عليه النوارس البيضاء بكل طاقاتها لزيادة وتقوية رصيدهم لنشر الفرحة لعشاقهم هذا الموسم. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد. يواصل فريق الكرخ تدريباته على ملعب الساحر أحمد راضي استعدادا لمباراته المقبلة أمام فريق القاسم في الجولة 7 من دوري الكرة الممتاز. هذا الفريق الذي اسمه الكرخ يقدم نفسه جيدا في المواسم الأخيرة، سيما وهو لا يتوقف عن ضخ دماء شبابية جديدة تملك المواهب تصدر للفرق الأخرى والمنتخبات الوطنية، وهو اليوم يبحث عن انتصاره الأول بالدوري الممتاز. مجرد سوء حظ لا أكثر ولا أقل، يعني أغلب المباريات اللي لعبناها كنا يعني الطرف الأفضل، يعني باستثناء ممكن مباراة واحدة، بقية المباريات كلها كان فريقنا ممتاز ولاعبيننا شوف اللي الشبابية وقلة الخبرة، وأيضا أكو عندنا لاعبين انضموا لنا بالدرجة من الدرجة الأولى للفريق الأول، يعني بعدهم ما مكتسبين الخبرة الكافية، يعني أنا كنت أتمنى أنه يكون عندنا فترة طويلة حتى نقدر مثلا نلعب مباريات ودية كثيرة. أكيد استعداداتنا لازم تكون جيدة لأنه هاي صار 6 مباراة احنا محققين فوز، إن شاء الله نبدي سلسلة الفوز من مباراة القاسم إن شاء الله. الكناري الأصفر كما يحب أن يطلق عليه أهل الصحافة والإعلام سيلاقي فريق القاسم البابلي في الجولة المقبلة من منافسات دورينا الكروي الممتاز. سبق وأن ذكرنا أن كل مباراة الدوري هي مباراة صعبة بصراحة، يعني ماكو فريق سهل، خصوصا يعني بعد دخول الجماهير صارت اكو فوارق للفرق المحافظات، الفرق اللي عندها جمهور، مثل ما تعرف احنا فريقنا يعني نلعب بدون يعني موازرة الجمهور، فريق الكرخ معروف. احنا هاي المباراة راح مباراة ب6 نقاط ان شاء الله، تعرف المباراة الموضوعة مع فريق الصناعة، تعادلنا على ملعبنا، حصلنا اكثر من فرصة في مباراة الصناعة لكن ما حالفنا الحظ، احنا عازمين تعال على تحقيق 3 نقاط ولازم نحقق 3 نقاط في هذه المباراة. الكرخ يبحث عن انتصاره الأول في منافسات دورينا، وهذه المرة من بوابة مضيفه فريق القاسم. من بغداد، عماد الركابي، العراقية الرياضية. في دوري الدرجة الأولى تغلب فريق الكوفة على مضيفه نادي سوق الشيوخ بهدف دون رد. أحمد يونس معه التفاصيل.
لحساب الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى المؤهل لممتاز، التقى نادي سوق الشيوخ على ملعب الشطر الأولمبي بضيفه نادي الكوفة. البداية كانت قوية بين الطرفين مع أفضلية لسوق الشيوخ الذي ضغط على مرمى ضيفه باحثا عن هدف السبق، إلا أن الفترة الأولى انتهت سلبية. وفي الشوط الثاني مالت الكفة لنادي الكوفة وتمكن من إحراز الهدف الأول الذي ضمن له الفوز باللقاء، ولم تفلح محاولات سوق الشيوخ لإدراك التعادل ليظفر الضيوف بالعلامة الكاملة للمباراة. اليوم أعتقد فريقي قدم مباراة كبيرة، لأنه فريق سوق الشيوخ ما أعتقد فريق يستهان به. الحمد لله اللاعبين طبقوا أكثر الواجبات اللي أنيطت لهم، وتوفقنا هاي المباراتين بالدوري، والكابتن ما قصر ويا اللاعبين والإدارة، ونتمنى الموافقين للفريق المستقبل. فيما أوضحت إدارة سوق الشيوخ بأن جل لاعبيها من العناصر الشابة التي تخوض المنافسات لأول مرة، وهي بحاجة إلى المزيد من الوقت والخبرة. للأمانة فريق شاب لأول مرة يلعب بالدوري الدرجة الأولى، ما مشاركين بدور محافظة، أخذنا على أنفسنا إحنا والإدارة أن نجازف هذا الفريق، لأن إمكانيات النادي بسيطة. أغلبية اللاعبين أول مرة يشاركون في دوري، يعني مثل ما قال مستشار الفريق اللاعبين شباب وأول مرة يلعبون، يعني دور أغلبيتهم دور محافظة ملاعبين. شفت المباراة يعني الطرفين زين الحمد لله، من كرة ثابتة خطأ دفاعي صار علينا هدف. ويذكر أن نادي الكوفة كان قد تغلب في الجولة الأولى على نظيره نادي الدفاع المدني بهدفين لهدف واحد. إذن نادي الكوفة يصل إلى النقطة السادسة بعد تحقيق الفوز الثاني على التوالي، فيما تجمد رصيد نادي سوق الشيوخ عند نقطة واحدة. من ملعب الشطر الأولمبي، أحمد يونس، العراقية الرياضية. وإلى دوري كرة السلة الممتاز، حقق فريق النفط فوزا مهما على غاز الشمال ب 106 نقاط مقابل 65 نقطة. حسام كريم معه التفاصيل. نادي غاز الشمال ما زال مستمرا باستضافة الفرق ضمن منافسات دوري كرة السلة، ليقابل هذه المرة نادي النفط مكتمل الصفوف على عكس المستضيف الذي يعاني من نقص كبير بسبب الإصابات. نادي النفط نادي عنده خبرات، عنده لواعب، عنده لاعب محترف، عنده لواعب المنتخب الوطني، يضم عناصر جيدة. احنا قدر المستطاع نحاول نجاريهم، لان فريقنا اليوم عنده اصابات والمحترف مالنا تاخر. غازي الشمال فريق جيد، يمتلك لاعبين شباب ويمتلك لاعبين خبره. احنا بصراحه كل مباراه انا كمدرب اتعامل مع الفريق، اتعامل مع كل فريق بانه احضر له لهذه المباراه، لان انت لازم تنزل انت بكامل فريقك بكامل عطائك، لازم المباراه ما بها اي تهامل مع الفريق المقابل. الربع الاول شهد تقدما واضحا للنفط وانتهى لمصلحته ب 21 نقطه مقابل 12 نقطه فقط، والربع الثاني استمر على نفس المنوال لمصلحه الضيف، ولينتهي هو الاخر ب 53 نقطه مقابل 28. الربع الثالث والرابع اعتقد انه راح يعني نظل بنفس المستوى، يعني اللاعبين الاساسيين عم لن قاعده فرد نوب، وايضا اللاعبين الاحتياط على مود يكون نعتبرها كوحده تدريبيه نتدربها، وكل اللاعبين يكونون بالملعب، واحنا تعرف فريقنا حتى اللاعبين اللي هم مو اساسيين هم اساسيين. بفعل احنا استقطابنا للاعبين هم كلهم لاعبين جيدين ولاعبين منتخبات وطنيه. الربع الثالث والرابع لم يتغير فيهما شيء، استزاد تقدم الضيوف من ناحيه الاستحواذ وحتى النقاط، ولتنتهي المباراة لمصلحة نادي النفط ب 106 نقاط مقابل 65 على حساب نادي غاز الشمال. توقعنا النتيجة يكون قاسية على نادينا، لأن لاعبينا الأساسيين عندنا اثنين إصابة وعدد لاعبينا قليل، زائدا يعني الدوري الممتاز ما يصير يعني يوم ورا يوم لعبة، يعني صراحة صارت ثقيلة علينا. بالضبط يعني صار اللود علينا. فريقنا فريق منسجم صار لفترة طويلة، نفس العناصر، لاعبين منتخب محترف على مستوى عالي، كادر تدريب على مستوى عالي، كادر إدارة على مستوى عالي، مع احترام من فريق الخصم، بس يعني تعرف انه لازم اكو فوارق فردية تقدر هي من خلالها نحسم المباراة. يعني قدرنا نسيطر على بالثري بوينت شوت، قدرنا نسيطر على السلتين بالمتابعات الهجومية والدفاعية. العراقية الرياضية، حسام كريم، كركوك. نبقى مع أخبار دوري السلة الممتاز أيضا، إذ تغلب فريق الكهرباء على السماوة ب 68 نقطة ل 66 في المباراة التي استضافها الأخير. لنتابع.
حقق نادي الكهرباء بكرة السلة فوزا على مضيفه نادي السماوة في المباراة التي احتضنتها القاعة المغلقة في مدينة السماوة ضمن المرحلة الثانية من الدور الممتاز بكرة السلة. الربعين الأول والثاني كانت لنادي السماوة، حيث استطاعوا من السيطرة على مجريات الربعين لينتهي لصالح السماوة. الفترتين الثالثة والرابعة سيطر نادي الكهرباء على مجريات المباراة واستطاع من تعديل الكفة ليستمر حتى نهاية المباراة لصالحه ب 68 نقطة مقابل 66 نقطة للسماوة. أنا أهني جمهور السماوة على هاي الروحية اللي موجودة عنده، وهني فريق السماوة، فريق يقاتل للآخر لحظة، فريق جيد وممتاز. مباراتنا اليوم يعني حلوة، المهم قدمنا مباراة جميلة، يعني انسعدت الجماهير، رغم انه فريق السماوة عندهم لاعبين كل جيدين. الامور الفنية خبرتنا شوية اكثر من السماوة، فلهذا هي فرقة بشغلات الخبرة. هارد لك نادي السماوة، مبروك نادي الكهرباء. تعرف اليوم مباراة كانت مباراة جيدة، مباراة حلوة، مباراة متواقفة بالنقاط، واليوم الحمد لله حققنا فوز الاول بالدوري. هاي اللعبة الثانية انه بس تعرف اليوم الساحة شوية بها، عندنا الساحة مو متعلمين عليها، احنا ببغداد ساحتنا خشب، هنا الساحة شوية تارتان بها زلق. طبعا هي الرياضة فوز وخسارة، احنا اللعبة الأولى يعني حالفنا الحظ وحالفنا التوفيق الحمد لله وشكر فزنا، وحتى المباراة الثانية يعني مباراة كانت مع الكهرباء، فريق قوي وفريق ندي وعندهم محترف أمريكي على مستوى عالي، وهم كل موسم خامس على الدوري أو رابع على الدوري، يعني من ضمن المربع الذهبي بالدوري العراقي. شو تسوي، هي الرياضة يعني فوز وخسارة. وبهذا أضاع السماوة فوزا كان الأقرب له في أول مشاركة ضمن دور السلة الممتاز. لقناة العراقية الرياضية فارس الوهامي المثنى. تغلب فريق شابات أكاد على شابات درب اندخان بثلاثة أشواط لشوط واحد في المباراة التي جمعتهما على قاعة نادي أكاد ضمن منافسات بطولة شابات العراق للكرة الطائرة. عروة عامر وتفاصيل أوفى. تأخرت رحلتها، الطائرة توقفت، اللاعبات وصلن ميرانهن استعدادا لهذا اليوم. بعد غياب لسنين طوال انطلقت الرحلة. بطولة الشابات لكرة الطائرة أبصرت النور عندما أقيمت في أربيل بمشاركة ستة أندية يتنافسن على المركز الأول. هذه البطولة اللي تستضيفها مدينة أربيل وفي مدينة عينكاوة لم تقم من هذه المناسبة من زمن بعيد، وبطولة الشابات لها مغزى آخر في تطوير الكرة النسوية العراقية كونها النواة الحقيقية للتطور. مستوى الفرق جيد جدا إذا ما قرنا بأعمار اللاعبات. شاركت بهذه البطولة ستة أندية تمثل أندية السليمانية ودرب اندخان وفروديت، إضافة إلى فتاة أربيل ونادي أكاد عينكاوة ونادي قرقوش. فوق الشبكة الكرة تطير، الأكف تضرب، اللوحة تسجل، نقطة لأكاد مثلها لدرب اندخان. تعالت الصيحات لمؤازرة الفتيات الأكاديات، أنهينا الشوط الأول لصالحهن. نساء درب اندخان أطلقنا العنان، أحرزنا النقاط، لحقنا بالمضيفات وتعادلنا بالأشواط. سيدات أكاد ضربن بقوة وحماس، كراتهن اخترقت دفاعات الضيوف. استمر الحال لشوطين متتاليين، صفر الحكم، انتهى اللقاء. الأكاديات حسمنا المباراة. فريقي يعني مواليدهم كلش صغير، يعني انتم شفتوا الفريق، يعني عندي انا يعني كل 2007 و2008، يعني 2003 و4 ما عندي، يعني الفرق يعني فرقه يعني ما عندهم شو اسمه الخبره قليله كلش، وش اسمه اللي يعني قبل يوم من اجي الرافع مالي يعني ما خلوا بالبيت يجي، يعني الفريق شفت الفريق يعني ما عندهم الرافع، يعني اذا فريق ما عنده الرافع يعني يصير هاي الحاله. فريقنا قدم اداء لكن ما كان مستوى اللي قدموه المباراه السابقه، وهاي تجي من قله خبرتهم لان هاي اول مشاركه للفريق. ان شاء الله بوجود هكذا خامات والخامات اللي عندنا فريق الثالث الناشئات، ان شاء الله مستقبل الطائره النسويه في نادي أكاد خير. للمباراه الثانيه على التوالي يافعات أكاد يحققن العلامه الكامله، عازمات على التحليق معيه كرتهم الطائره صوب الصداره. عروه عامر،
العراقية الرياضية أربيل. استقبلت القناة العراقية الرياضية وفد منتخب السباحة الذي شارك في البطولة العربية والتي أقيمت في الإمارات، وتمكن سباحون من الحصول على 6 أوسمة متنوعة، منها ذهبية للاعب حسن صاحب والتي تعد أول ميدالية ذهبية بتاريخ السباحة العراقية خارجيا، وكذلك فضية واحدة وأربعة أوسمة برونزية. طبعا البطولة العربية استمرت 6 ايام، اشتركوا بها 18 دولة عربية، احنا اشتركنا ب 14 سباح، يعني 2 احتياط و 12 اساسيين، من هؤلاء 12 الابطال تحقق يعني 6 اوسمة ملونة، واحدة ذهبية، واحدة فضية، واربعة برونز. هل تشوفهم الشباب يمك وهم الجهود لهم، مو ان احنا عوامل مساعدة. تحقق 13 رقم عراقي جديد و10 ارقام شخصيه من هؤلاء العشر سباحين. الحمد لله والشكر، شعور كلش حلو، شكر المدربين ورئيس الاتحاد والاتحاد واهلي، الحمد لله انجاز كلش حلو. اول ذهبيه في فئه المتقدمين 50 متر صدر، وبرونزيه 100 متر صدر، وبرونزيه 200 متر صدر. كانت منافسه كلش حلوه ودول كلش حلو. شكرا. كنت تتوقع انه تحصل ذهبيه يعني؟ والله احنا كانت ارقامنا تنافس، والحمد لله والشكر ما كنا متوقعين نجيب ذهبي، بس الحمد لله. لمن تهدي هذا الفوز؟ والله للاتحاد الجديد والاهلي. الحمد لله على النتائج الحلوه اللي حققت، ميداليات ملونه للاتحاد. ويعني اول شيء نهديها للعراق، ثاني شيء حتى اللاعبين اللي ما حققوا ميداليات فهم اصلا سووا ارقام جديده وارقام عراقيه حلوه، فنتمنى ان شاء الله القادم افضل يكون في المناسبات القادمه والحمد لله. اعتبر هذا الفوز هو فاتحه خير للعراق وللسباحه العراقيه. هذا طبعا بجهد المدربين اللي وياي والاتحاد ودعمه يعني للفرق المشاركه زين، وهذا الفضل يعني طبعا احنا ما نقدر حتى الحكي تاهي من عندنا من فرحتنا والله. عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي بالقوس والسهم بحضور 10 اعضاء اجتماعه الدوري في محافظه السليمانيه لمناقشه جمله من القضايا للخروج بتوصيات مهمه والتي سترفع لاجتماع الجمعيه العموميه للاتحاد الذي سيليه في السليمانية أيضا. تابع. هذا بيكون في طبعا القرارات اللي أخذناها في اللي هو الالتزام بالبطولات العربية دائما، والاهتمام بالناشئين، والتصديق على محضر السابق اللي احنا عملناه، و ان شاء الله تكون النتائج جيده بالنسبه للاجتماع. كاجتماع مكتب تنفيذي هناك توصيات للجمعيه العموميه اليوم وغدا، هناك بطولات ونشاطات قادمه ل 2022 و23، وعندنا الشيء الاهم والمهم هي ان شاء الله تنظيم السليمانيه بطوله كاس العرب كاس اسيا في السنه القادمه 2022 في شهر 3 في مدينه السليمانيه العزيزه. اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لقوس والسهم المقام هنا في السليمانيه من يوم 28 النهارده وبكره 29، طبعا احنا الاجتماع ده كلنا موجودين فيه، وكنا حريصين كلنا كمكتب تنفيذي ان احنا نكون موجودين فيه. هنناقش حاجات كتير طبعا، او ناقشنا حاجات كتير فيه، كان في مهام موكله للمكتب التنفيذي واللجنه التنفيذيه، طبعا هنناقش التقارير اللي حصلت واللي تم تنفيذها، في تحديات كتيره جديده، وده شيء جيد جدا ان احنا عدد الأعضاء بيكبر وبيكتر كتير جدا، فده شيء جيد جدا لينا. عندنا أنشطة كمان في السنة اللي جاية، أنشطة مهمة جدا هنعملها زيادة وهننتشر في أكتر من بلد، فده طبعا هيزود نشاط القوس والسهم في كل البلاد العربية. الجو هنا في سليمانية جو طيب، حظينا باستقبال جيد من الأخوة في العراق، وهذا شيء لا يخفى عنهم. كنا في القبل زرنا مدينة بغداد وزرنا السليمانية في القبل، وكان دائما الاستقبال على مستوى عالي من الترحاب والخدمة الجيدة يعني. النشرة انتهت، هذا تذكير بأبرز العناوين.
المنتخب الأولمبي يواصل تحضيراته لمواجهة البحرين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا. الكرخ يحذر اتحاد الكرة من فرض عقوبات على النادي، والميناء يتهم لجنة شؤون اللاعبين بمنح الأموال لمن لا يستحقون. بعد حصولهم على 6 أوسمة ملونة في البطولة العربية، العراقية الرياضية تستقبل أبطال العراق للسباحة. للمزيد من أخبار وأبداء الآراء والملاحظات حول نشراتنا، يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وإنستغرام. شكرا لكرم المتابعة، وإلى اللقاء.